حيث هاجم وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق حزب الله في تصريحات جديدة له منتقدا الحزب وسراياه. وأتى هذا خلال كلمة ألقاها من دار الفتوى في طرابلس حسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام. ونقلت الوكالة الرسمية التابعة لوزارة الإعلام اللبناني انتقاد مشنوق الذي تساءل كيف يحرص على الوطن الذي يتبجح ب50 ألف عنصر من سرايا الفتنة والاحتلال على حد تعبيره، وذلك في إشارة منه إلى حزب الله. وقال: سمعت كلاما كثيرا في طرابلس وغيرها عن تنظيم جديد ظهر إلى النور وينشر صور تدريباته واسمه حماة الديار، مضيفا أنا أقول أن الديار لا تحمى بمزيد من الميليشيات ولا بمزيد من القوات المسلحة غير الشرعية. وتساءل كيف يكون هناك بلد أصلا في ضد هذا الانتشار المنظم لسلاح الفتنة والحرب الأهلية، مضيفا أنه ليس خافيا على أحد أننا في جلسات الحوار الطويلة والكثيرة مع حزب الله لم نتقدم خطوة واحدة على طريق معالجة هذا الملف، بل إنما نقرأه ونتابعه يشير إلى أن الاستثمار فيه يكبر ولا يصغر. وقال أنه بصدد تحضير ملف أمني وقانوني لعرضه على مجلس الوزراء لطلب إلغاء الترخيص المعطى لجمعية حماة الديار، مشددا على أن الديار لا تحمى بمزيد من الميليشيات كما قال. هذه التصريحات ليست للمرة الأولى التي يهاجم فيها المشنوق حزب الله، سبق له أن اتهمه أيضا بتعطيل عمل المجلس وعرقلة الأمن الداخلي، ما دفع بالحزب إلى مطالبته بالاستقالة. السؤال الذي يفرض نفسه دكتور محمد قواص: ألا يعرف نهاد المشنوق من قبل أن يقبل حقيبة الداخلية أو أن يصبح وزيرا لها أن هذا هو الحال في لبنان؟ يعني أستاذ، طبعا في لبنان بإمكانك أن تقول أنا عندي موقف مبدئي وبالتالي أنا لا أشارك الآخرين طالما أنا مختلف مع الآخرين، أو أنك تقول في هذا البلد الفريد من نوعه على مستوى تعايش 18 طائفي وعلى مستوى حجمه الديموغرافي والجغرافي وعلى مستوى وجوده في منطقة قلاق الكبرى، فيجب عليه أن يعيش قدرا يعني ليس فقط في السنوات هذه، في أي سنة أن يكون محكوما بكل التسويات الداخلية والإقليمية والدولية. فبالتالي على المشنوق أو سعد الحريري أو أي سياسي آخر أن يتعايش مع الشريك الموجود المفروض عليه. لهذا كان هناك حلين: إما المقاطعة، وهذا ما جرى مع الحكومة السابقة عندما كان تيار المستقبل خارج هذه الحكومة تماما، وكانت الحكومة السابقة بقيادة قريب من حزب الله نجيب ميقاتي، وبعد ذلك تم الاتفاق على الدخول في حكومة تعايشية مع حزب الله ما بين تيار المستقبل وبين حزب الله، علما أن حزب الله في تلك الآونة التي أراد تغيير هذه الحكومة كان بحاجة إلى التغطية الحكومية، كان في كلام عن المحكمة الدولية، كان في كلام عن عقوبات وعن هجمة دولية على الحزب، فأراد أن 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 يحصن نفسه بالسقف الحكومي. طبعا لافت في الموضوع أن الوزير المشنوق هو من دعاة الحوار مع حزب الله، وعندما استلم وزارة الداخلية اتهم بأنه يتقرب من حزب الله من أجل طموحات لديه لكي يصبح يوما ما رئيسا للوزراء. طبعا واضح جدا أن هذا كانت حسابات خاطئة، وأن المشنوق اليوم يعبر عن تيار المستقبل وعن امتعاض داخلي لجمهور تيار المستقبل، خصوصا أن التيار يحضر لمؤتمر عام ستتغير فيه قيادته في قيادته. نعم. خلينا نسأل نبيه البرجي الكاتب والصحفي اللبناني من بيروت. سيد نبيه، كيف استقبلت هذه التصريحات اليوم من نهاد المشنوق حول حزب الله وتكرار مثل هذه التصريحات في الآونة الأخيرة؟ لا أعتقد أن هناك أسباب معينة للتصعيد السياسي بين حزب الله وتيار المستقبل في المرحلة الأخيرة. تعلم حضرتك ويعلم المشاهدون الكرام أن الساحة اللبنانية تمضي سياسيا وأمنيا على وقع التطورات السورية، ونحن نشهد إلى أي مدى يعني وصل التشابك على هذه الأرض السورية. هذا ينعكس أوتوماتيكيا على الوضع اللبناني المتداخل كما تعلم مع الوضع الإقليمي. ولكن حتى يعني أنا أعتقد
لن أذهب، يعني لست متشائما بالنسبة إلى هذه المسألة. اتصلت بأكثر من وزير واعتبر أن كل التصريحات الحادة التي تصدر حاليا تبقى تحت خيمة الحوار. يعني في أوقات سابقة سيدي شهدنا مراحل من التصعيد الخطير، يعني واعتبرنا أن جلسات الحوار ستنفجر بين الطرفين، ولكن ليعود حزب الله وتيار المستقبل إلى الحوار تحت. لكن عفوا يعني الآن في البداية كما ذكر الضيف هنا الدكتور قواص في الاستوديو، كان المشنوق يبدو قريبا في سياسة ابن حزب الله، الآن يبدو مهاجما لهم. ما الذي تغير في طريقة تعاطي المشنوق مع الحزب؟ يعني أولا هذه ليست المرة الأولى التي يصعد فيها الوزير المشنوق ضد حزب الله. ثانيا يعني حتى الرئيس الحريري كان في بعض الأحيان يعني منفتحا إلى أقصى الحدود مع حزب الله، والعكس بالعكس. يعني نحن نعلم أن السياسة المشهد السياسي اللبناني هو بين مد وجزر، يعني على مدى العشر سنوات المنصرمة أشنى هذه المرحلة. تعلم حضرتك يعني أنا لا أمتدح الوزير المشنوق، لكنه وزير يعني مميز ومثقف وينتقي كلماته بدقة، ولكن المرحلة الحالية يعني تفترض بعض التصعيد الإعلامي والسياسي لتغطية شيء ما يمكن أن يكون يعد في الخفاء على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الدولي. هذا التصعيد المفاجئ يعني لا أعتقد إلا أنه مرتبط بأشياء خارج الحدود اللبنانية. أشكرك جدا نبيها البرجي. هل تلقى برأيكم نهاد المشنوق ضوءا أخضر من جهة إقليمية ما كالسعودية وغيرها حتى يصعد من النبرة تجاه الحزب؟ أنا أولا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن الفرقاء اللبنانيين جميعهم، حزب الله، تيار المستقبل وكافة الأحزاب الداخلية، تعتبر أن الحل المنتظر اللبناني ليس لبنانيا، وبالتالي أي جدل داخلي هو على سبيل الضجيج الداخلي الإعلامي الذي يشغل بال الناس وبعض المحطات الفضائية والصحف. بمعنى أو بآخر أن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان ينتظر ضوءا أخضر إقليميا دوليا له علاقة بالتسوية. لا يمكن أبدا إنتاج رئيس جمهورية في لبنان ونحن لا نعرف أي تسوية سورية، أي رئيس، أي نظام، وبالتالي لبنان متأثر ويتأثر في هذا المجال. وأعتقد أيضا أن الوزير المشنوق في تصعيده ضد حزب الله هو أولا في حالة دفاع وليست في حالة هجوم. هما المستقبل يعتبر أن حزب الله هو وراء هذا الفراغ الدستوري الرئاسي الغائب، وهو يعتبر أن هناك يعني هذه المجابهة ما بين المفهومين، مفهوم الميليشيا التي تستنسخ ميليشيات أخرى، مرة سرايا الدفاع، مرة سرايا المقاومة، ومرة حماة الديار، وتفرض على جمهور هذه المقاومة أيضا منطق لا دولة مقابل منطق الدولة الذي يريد أن يقول في القوانين وفي الدستور وفي في 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 احترام المؤسسات الدستورية، البرلمان، رئاسة الجمهورية، الحكومة، كل ذلك. هذا سجال داخلي لكنه لن يؤثر شيئا لا على القرار الداخلي ولا على القرار الإقليمي. أعتقد أن يعني بين مزدوجين الفرقاء اللبنانيين يتسلون ببعضهم بانتظار أن تنضج طبقات أخرى. طبعا ضيفك لمح إلى ذلك. بإمكاننا أيضا أن نقول يجب تجهيز إذا كان في طبقة جاي في سوريا فيجب تجهيز أيضا الجمهور اللبناني القادمة في لبنان. أنا أشكرك جدا دكتور محمد قواص.